أجواء التفاؤل تخيم على المباحثات الأمريكية الروسية المستمرة في جنيف على مستوى الخبراء العسكريين والدبلوماسيين أجواء التفاؤل على المباحثات الأمريكية الروسية المستمرة في جنيف على مستوى الخبراء العسكريين وذلك غدا اللقاء الماراتوني الذي استغرق تسع ساعات بين وزيري خارجية روسيا سيرجي لافروف والولايات المتحدة جون كيري والذي أحرز تقدما مهما باتجاه بلورة وثيقة اتفاق بانتظار الإعلان عنها قريبا بعد عرضها على الرأي العام العالمي وتحديد آليات تنفيذها حسب ما تم الإعلان عنه رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشوف اعتبر أن نتائج المباحثات تبعث إلى التفاؤل لأول مرة منذ فترة طويلة الاختراق الذي تحقق خلال لقاء جنيف تمثل بتقديم الجانب الامريكي لاول مره قائمه لفصل الارهابيين عن المعارضات فتاكيد الوزير كيري استعداد بلاده بالتعاون مع الدول الداعمه للمنظمات الارهابيه لفرز الارهابيين عن المعارضات المدعومه من واشنطن هناك خطوات يمكن اتخاذها لحل هذه المساله من بينها تلك التي تتعلق بإشراك دول أخرى تدعم هذه المجموعة أو تلك، وتمارس نفوذها على هذه المجموعات ولديها إمكانية المساعدة في عملية الفصل. قضايا كثيرة كانت موضع خلاف بين موسكو وواشنطن أصبحت من المسلمات كموقع الحكومة السورية كشريك رئيسي في المحادثات وجبهة النصرة كمنظمة إرهابية ورفض ما يسمى المنطقة العازلة وكلها تعزز صمود الشعب السوري وتؤكد على حقه في تقرير مستقبله عوامل عده كانت وراء تاخير الاعلان عن وثيقه الاتفاق الامريكي الروسي التي تتضمن معالجه للوضع في سوريا بما يريد